الدكتور مختار مع نفس السؤال أسأل حضرتك في نقطة كده جت على بالي، ودكتور محمد بيشرح طبيعة عمل المراكز البحثية. أنا كمركز بحثي كعامل فيها أو قائم عليها، يعني أنا خبرتي إيه عشان أحكم على سياسات الدولة الاقتصادية زي ما دكتور محمد قال، والتعليمية والصحية وما إلى ذلك؟ سؤال مهم جدا، لأن هو أصل نشأة هذه المراكز في الأصل اللي نشأت في العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية هي في الأصل بتضم نخبة متميزة. نخبة متميزة من المتخصصين في الاقتصاد، نخبة متميزة من المتخصصين في السياسة، من المتخصصين في الاجتماع، متخصصين في الثقافة وما إلى ذلك من هذا القبيل. وأنا عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة كمان، إن هم بيعتبروا الباب الخلفي لكثير جدا من دارات السياسة الخارجية. يعني من يحرك السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو حتى الإدارة الأمريكية في حد ذاتها، خلفها من الظهر مراكز أبحاث، هي اللي بتقدم لها المشورة، هي اللي بتقدم لها الرأي، هي اللي بتطرح عليها قضية معينة فتعمل فيها دراسة وتقدم هذه الدراسة، هي اللي بتبدأ تتعامل مع منطق الأزمات بدراسة مستفيضة. إدارة الأزمات. حتى كثير جدا من الباحثين بيسموها جامعات بلا طلبة أو جامعات بلا طلاب، باعتبار إن هي جامعة بيقدموا علم وبحث. هذا البحث بيتحط أمام صانع القرار كشكل تنويري بالنسبة له. وجزء كبير جدا من هذه يعني سؤال مثلا رئيس الجمهورية مثلا في موقف ما، في قضية تعليمية مثلا، في قضية صحية، يجي يقول لهم هاتوا لي مثلا المخرج او الاوتكم او التقرير اللي مركز البحث ده عامله اقراه من الممكن عشان اكون قرار. بس خلينا بس نفرق بين حاجتين، بين مركز بحثي انت بتتكلمي عليه في دول مؤسسيه بتعتمد على هذه المراكز في كثير جدا. احنا بقينا دوله مؤسسات زي الولايات المتحده الامريكيه. زي الولايات المتحده الامريكيه او زي اسرائيل او زي العالم الغربي، وبين المراكز البحثيه. انا كنت لسه بتكلم مع الدكتور محمد قبل ما نخش لك، وبين المراكز البحثيه اللي موجوده عندنا في العالم العربي. الدول الناميه ممكن تكون المراكز البحثيه اللي عندك بتقدم دوريات، بتقدم نشرات، تعمل مؤتمرات خاصه بقضيه معينه، تعمل عصف ذهني لقضيه معينه، وفي النهايه تختمر على توصيات. لكن في النهايه هذه التوصيات تصل الى صانع القرار او صانع القرار بيطلبها، دي قضيه اخرى. ايه ليه قضيه اخرى؟ لا، قضيه اخرى مرتبطه ما الناس دي بتشتغل. ليه شغلها ما يطلعش يوصل لصانع القرار؟ لا، ما هو مش قضيه شغل ويوصل مدى ايمان صاحب القرار او مدى ايمان الاراده السياسيه في هذه المراكز البحثيه اللي ممكن يستعان بيها. لانه كمان جزء من المراكز البحثيه مثلا اللي موجوده في الخارج، ان هي بتفرز الموظف البديل اللي من الممكن تستعان بيه الحكومات في وقت من الاوقات. يعني جزء من التشكيله الحكوميه او التشكيله الوزاريه في بعض الحكومات الموجوده في الخارج بتتاخد من هذه المراكز البحثيه. عندي نفس احنا عندنا هنا في مصر او في العالم العربي لا، المساله بالنسبه لنا. طيب، نفس السؤال لحضرتك برضو، انا خبرتي ايه كمركز بحثي عشان اقيم سياسات الدوله؟ مش مساله خبره، الخبره بالنسبه لك، لانه المركز البحثي ده المفترض انه بيضم مجموعه من المتخصصين والباحثين. هؤلاء المتخصصين والباحثين حاصلين على درجات علميه ودرجات متخصصه في هذا النطاق. وبيبدا يقدم دراسه، هذه الدراسه هي الهدف منها. يعني المراكز البحثيه اللي موجوده بره مثلا بتيجي قضيه معينه، مثلا انا عايز اديكي مثال عشان هل اشبه مثلا برسائل الماجستير والدكتوراه من دراسه بحثيه واستقصاء يعني اللي عايز اقوله هل اشبه بكده طريقه عمل الدراسه في دي؟ على حسب.